السلام عليكم الإخوة الكرام، تحياتي للجميع. هذا اليوم هذا صراحة الله يوم عندنا كبير. علاش؟ لأن الحمد لله واحد الصديق ديالنا وأخ ديالنا أستاذ ديالنا سيدي محمد حسحاس اللي ربي سبحانه وتعالى نعم عليه بالشفاء، واللي كان يعني الحمد لله كان جميع أبناء الجالية في مدينة باريس وغير باريس وضواحيها وعبر العالم كانوا كيدعيو معاه وكيتمناو له الصحة والعافية، واللي الحمد لله حنا يعني بدورنا يعني كنحبوه بزاف. واليوم أبو الإخوان والأخوات باش يكون في مدينة أنيار في هاد في هاد في هاد الحديقة الجميلة يكون واحد ماشي تكريم، كان لقاء مع الأستاذ سحاس وكان لقاء فرح وكل شيء فرحان الحمد لله بالعودة ديال الأستاذ ديالنا اللي هو كان عارفوا المواقف ديالو الرجولية، وكان عارفوا الحمد لله الإنسانية ديالو والطيبوبة ديالو وشنو كيضحي من أجل يعني أبناء الجالية بالغالي والنفيس. والحمد لله الله سبحانه وتعالى يطول له في العمر ديالو، وراه الآن تيتمثل بالشفاء وهو الآن معنا، وغادي نخلي الإخوان كلهم إن شاء الله يعني باش يبداو بواحد الكلمة في حق الأستاذ سيدي حسحاس. سيدي سي زروالات، أنت هو المنكب ديالنا اللي غتبدا إن شاء الله بحول الله. هذا المجمع، هذا مجمع من طبيعة الحال خاصة لعبت فيه المرأة دور رئيسي في تكريم هذا الأخ وعودة ديالته إلينا معافيا بحمد الله، لأننا فقدنا واحد من المناضلين الكبار كقوة اقتراحية حول مشاكل المهاجرين والمعاناة ديال المهاجرين أيضا المرأة والرجل. لهذا الآن كنفتخروا به، كنحتفلوا به احتفاء بهذا الرجل الطيب الكريم. لهذا المرأة الآن هي اللي لعبت مرة أخرى، هي اللي لعبت الدور الرئيسي، وكنشكروا هاد النساء اللي هما قاموا بهذا العمل الجبار في هذا الفضاء المفتوح، هاد الحديقة اللي هي حديقة الأمل إن شاء الله. نتمنى أن تعود إلينا مرة أخرى لنناضل معا على الرغم من أعباء السنين اللي كنحملوها، ونتمنى على الله باش يكون هذا الملقى وهذا الاجتماع ديالنا وهذا المجمع ديالنا مجمع ديال الأخوة والاحترام المتبادل، وتبقى دائما العلاقة ديالنا الإنسانية مرتبطة بينا جميعا وبالوطن. شكرا أستاذ زروالات. وأنت ذكرتي الآمال، والآمال جانا من المغرب، جانا من المغرب، جاتنا فنانة اللي كتشرف الجالية المغربية، فنانة مثقفة، فنانة في المستوى العالي، أخلاق عالية، واللي هي يعني اللي غتبدأ تفتح يعني المجال نتاع المرأة المغربية المناضلة اللي كتناضل من أجل الوطن ديالها ومن أجل الثقافة ومن أجل الرفعة والهمة والشهامة. لالا أمل التمار الأستاذة ديالنا، فتفضلي مشكورة. شكرا أخو الصديق خالد، أنا بزاف التواجد ديالي هنا معكم. الأخ حسحاس كنعرفو هادي شي 5 سنين أثناء بعد الجولات المسرحية اللي قمنا بها هنا في مدينة باريس والضواحي، وكان متفانيا، كان قريب منا بزاف. هذا اللي غطي النظر على أننا سمعنا بزاف على النضالات ديالو وعلى العمل الجمعوي اللي كان فيه، والحمد لله الآن متواجد معنا بصحة جيدة. أنا في المغرب وسمعت عليه اللي كان مريض، هذا قضاء الله، لكن دائما كنتمناو الشفاء، والحمد لله دابا الآن اللي هو معنا معافى والحمد لله بخير وعلى خير، هذا من فضل ربي، وكنتمناو يرجع معنا قريبا مع الجالية النضالات ديالو. كذلك هذه فرصة بالنسبة لي أنا بلقائي مع الجالية المغربية العزيزة مجموعة
مجموعه ديال الناس كنعرفوهم ومجموعه ديال الناس اخرين ما كنعرفهمش وتشرفت بالمعرفه ديالهم. كنشكر زينب العلوي اختي الصديقه اللي قدمتني اللي كتجعلني انني نحضر وكنكون متواجده نكون عارفه شنو واقع قريبا من الناس. ان شاء الله كنتمنوا للجميع صحه طيبه وكنتمنوا للجميع انه يرجع للمزاوله وكنتمنى ان الكورونا انها تعطينا اتساع لانه عينا بركه ولكن هذا ما كيمنعش واخا كنقولوا سلام كناخذوا شويه الحيطه والحظه وكنتمنى لكم جميعا دوام الصحه والعافيه جيب لمغرب. تحياتي للاستاذه لالا امال وتحيه وطنيه. ما يمكنش نمشيو وما ندوزوش لنفخره المغرب الصحراء المغربيه لالا فاطمه اللي كتمثل المراه المغربيه الصحراويه ديالنا المناضله من اجل الوطن ديالها واللي كترفع دائما رايه الوطن. فتحيه نضاليه تحيه الشرف للاستاذه لالا فاطمه واللي شرفات الاستاذ سيدي محمد حسحاس واللي ابت وخلات شغالها وخلات ولادها وخلات كل شيء. قالت ما يمكنش ان سيدي حسحاس يكون وما تجيلوش. لالا فاطمه شي كلمه مختصره. كان نهار كبير هذا اللي تلاقينا مع امال وبكم كاملين ومرحبا بكم. مشرفين بهذا النهار الكبير على السي محمد حسحاس. تحياتي لالا فاطمه وندوزو للاستاذ سيدي حسن الصحفي ديالنا الاستاذ ديالنا المميز شي كلمه في حق الاستاذ حسحاس بعد ما ربي نعم عليه بالشفاء الحمد لله. وانا مكناسي اسمحوا لي تنهضر بالسن بزاف. اولا وقبل كل شيء حسحاس على سنابتك اخيرا وهذا نهار كبير وكنغتنم هذه الفرصه باش كنشكر كل واحد وكل وحده ساهمات وساهم في هذا الحفل. انا بالنسبه لي عيد اليوم لان كتوفر فيه جميع الشروط. كاين تبارك الله البغرير المسمان كسكسو ولكن شيء جميل ان هذا المجمع مجمع ديال الخير. الحمد لله انا صراحه فرحان بزاف بانني تجمعت معكم. نشكر خصيصا الاخت نعيمه اللي اخت حبيبه وصديقه والسي حسحاس كذلك. وكنتمنى كنطلب من الله كنطلب من الله اننا دائما نبقاو مجموعين يا رب يا رب وقرار ضروري ومتفاهمين من اجل الصالح العام. ضروري نشكر جميع النساء التي ابهرنا بزاف. فاطمه زكيه ما نذكرش باش ما ننساش اسمعاتكم جميع النساء فاطمه زكيه ليلى ومنيه اشكركن على هذه المجهودات. وبصراحه انا وجهي احمر من الخجل لهذه المجهودات المجهودات اللي قمتوا بها. ما صراحه الكلام ما غاديش يوصل لك الدرجه ديال الشكر لينا لكم. تبارك الله عليكم والاخوان تما اللي حاضرين معنا والله يخلينا مغاربه هنا مجموعين الحمد لله اخوان ما يكونوش بيناتنا مشاكل ونكونوا دائما نفكروا في البلد ديالنا الحبيب والله المعين الجميل. وانت تقول الفتح غادي يمشيو عند لاله فاتحه الله يفتح علينا ومتعنا بعد ما يعني هاد المعاناه اللي دوزوا يعني كلنا كنا مخلوعين. شنو رايك لالا فاتحه في هذا اللقاء اليوم انت كتشوفي حسحاس بعد ما رجع؟ السلام عليكم. انا زيد فرحانه اليوم لانني حسحاس انا بخير ولا خير تماما ولكن زين كنخالعنا بزاف دعينا معاه شفاء بالشفاء العاجل وكيستجب الدعاء ديالنا الحمد لله وبيناتنا اليوم. احنا فرحانين به وكانت امسيه كانت نهار كان ماشي غير امسيه كانت نهار جميل انا ومعنا والحمد لله شفناه بخير وعلى خير. وكنشكر كاع الاخوات اللي ساهموا اللي تمحنوا في هذا باش يوجدوا لنا هذا اليوم زعما الجميل مع الاخوان والاخوات. وكنشكر الجميع على الوقفه اللي شفتوا مع السي حسحاس. كنتمنوا له يعطيني الشفاء 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 ويبقى ربي يخلي وليداتو وخلي لنا حتى حنايا. امين. سيد الظلمي سيدي الظلمي انت دائما مشجع الفريق الوطني
فهمتي نشجع الفريق الوطني وكتعرف المكانه ديال السي حسحاس شنو غتقول لنا بعد ما ربي سبحانه وتعالى انك انت بنفسك مريتي من هذا الوباء هذا وربي نجاك والحمد لله شنو كتقول لنا شي كلمه في الاستاذ حسحاس خويا والله الا فرحنا ليه وتعلمنا ديك الساعه وكنا كندعي معاه في الصلاه والله الحمد لله كندعي معاه ودابا كنتمنوا ليه ان شاء الله عمر طويل ان شاء الله يشوف وليداته وليداته وان شاء الله الله يحفظنا نتمنى ويحفظنا من هذا الوباء وبهذه المناسبه كنشكروا الفنانه المحترمه امال تمار اللي عشت معها الطفوله ديالي في مسرح محمد القديس انسانه طيبه انسانه ما عمرنيش شفتها يعني الان دابا حاجه ديال الله يعمرها دار امل امل ملي شفتها دابا تفكر بالذكريات ديال المسرح يعني خدمت المسرح واحد ديزون نعم يعني والله العلي العظيم الى ممثله في المستوى ممثله اللي كنفتخروا بها كممثله في المغاربه ونتمنوا لها طول العمر حتى تشوف وليدات وليداتها والله ينصر سيدنا والصحراء المغربيه وستبقى مغربية إلى أن يريد الله ومن عليها وكنشكروا السي خالد على هذا الجمع اللي جمعتينا أنا غير معروض الإخوان الله يجزيهم الإخوان اللي جمعونا أخوات اللي جمعونا الجمعيات ديال فرنسا وإن شاء الله الله يطول لكم العمر الله يحفظك ويحفظكم آمين وإن شاء الله المنتخب الوطني يتأهل قطر المونديال 22 قطر الشقيقة ان شاء الله شكرا الله الوطن الملك الله يحفظنا امل امين لالا فاطمه لالا فاطمه هي اتينا هي اتينا هاد الماكولات انت يا والاخوات وانت يا فرحانه 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 بالسي حسحاس جد مسروره بهاد هاد الفرحه هاد بهاد الحفل هذا وهذا الشيء غير بالسي حسحاس لان السي حسحاس فيه خونا فيه بنا في صاحبنا في كل شيء نعم عزيز وعزيز بزاف حسحاس ولهذا هذا الشيء اللي درنا قليل غير باش نبينوا ليه بان راه حنا حاضرين معاه وقلبنا كان معاه ملي كان في المستشفى قلبنا كان معاه وكنتمنوا ليه غزال الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي الله يزيد فرحته والله يشافيه ويعافيه ونبغيو نشوفوه عاوتاني في النشاط ديالو كيف الاول وشكرا للسي خالد شكرا للاخوان والاخوات وشكرا للاخوات تنشكركم على اللي قدمتوا شي كلمه شكرا 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 سيدي سعيد سيدي سعيد متعدد المواهب شنو كتقول لنا في كلمه في حق الاستاذ اللي كتعتبره بحال الوالد ديالك وكتعتبره قدوه ديالك هذا الاستاذ حسحاس هو اخ الاستاذ ديالنا كنعتزو به وكنفتخرو به تعلمنا لما كان الساعه يعني في راس المرض دعينا معاه ولله الحمد دابا هو ولا كنشوفوه بصحه جيده وحنا فرحانين في هذا المجمع واخص بك هنا الاستاذه امل انها حضرت معنا من ارض الوطن اللي كنتمنوا لها التوفيق وكنشكروا جميع الاخوان اللي داروا هذه المبادره الطيبه ونقولوا ان شاء الله كنقولوا لهم الله يحفظوا لنا ويخلي لنا امين 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 وشعارنا الدائم الله الوطن الملك غادي ننتقلوا للاستاذه لالا زينب العلوي اللي حاضره معنا الان وارتسامات ديالها لانها من الناس القرابين بزاف الاستاذ حسحاس وكتعرفوا منذ سنين وكتعرف شكون هو الاستاذ حسحاس شكرا اخي خالد وغادي نضمت انا المجموعه وداكشي اللي قال لك امير على حق السي محمد حسحاس سي فغي كان مر بواحد المرحله اللي هي صعيبه شويه وكنا متابعينو ومن هذا المنبر كنشكر ميسا اللي كان كيعطينا اسبوعيا اخبار ديالو ديال السي محمد حسحاس كنشكروه هو ما حضرش معنا اليوم كاين في المغرب وفرحانه بزاف اللي حسحاس بالنسبه ليا تولد من جديد بقوه جديده وبدينوغون جداد وبافكار جديده وراه حنا كنتسناو العمل الجمعوي النضال ديالو الاعمال اللي كيقوم بها وغادي يقوم بها مازال ايوا وكنشكر هاد الناس كامل اللي جالسين معنا واللي تعبوا واللي داروا بغرير وداروا المسنبان وداروا سكسو
شي هذا الشيء حق الاخ فهد، وكنقولوا ليه على سلامته وعلى سلامته وعلى سلامته، حنا فرحانين بانه رجع لينا. شكرا شكرا الاستاذه لاله زينب والاخوان والاخوات ديالنا. شي كلمه سي كلمه في حق الاستاذ سي حسحاس. السلام عليكم. الحمد لله على سلامة سي حسحاس في اليوم اللي هو بنا النهار الطيب والمناضل في الحقيقه. وكنا كنديروا معاه الله يشهد الله يوفقه الله يكون حبيب. شكرا الاخوان اللي بغى يتقدم شي كلمه في حق الاستاذ. السلام عليكم. حنا اجتمعنا هنا على نقولوا الحمد لله على سلامته، ورانا فرحانين هالنهار عندنا كبير عندنا بالنسبه للمسلمين. ربي يشفاه والله يشفي جميع المسلمين. وشكرا شكرا للجميع. السلام عليكم. يعني احنا جد سعيدين بهذه المبادره الطيبه اللي قاموا بها الاخوان والاخوات السي محمد الحسحاس، ونتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله، ويعود للحياه الطبيعيه ديالو ان شاء الله. ونشكر كاع الاخوان والاخوات. والسلام عليكم. الان غادي ندوزوا للاستاذه اللي شاركت. غادي نجي. غادي نجي نسالي معاد نجي. سي الاستاذ اللي غادي يتكلم لنا سيدي محمد. السلام عليكم. عندي جوج كلمات نقولو على سي حسحاس على الشفاء العاجل، وكنشكرو على هذا المجمع اللي دار، وكنشكرو على الاعراض اللي دار لنا، وكنقولو الشفاء العاجل. الله يحفظك شكرا. والان غادي نشوفوا الاستاذه اللي في الحقيقه اللي خدمات بزاف مع الاستاذ حسحاس، وكتعرفوا عن قرب وكتعرف العائله ديالو، تقريبا هي من العائله ديال الوارثه ديال السي حسحاس، من يعني وكانت هي اللي كتمدنا بالاخبار ديال السي حسحاس لما كان في المستشفى. الاستاذه الفاعله الجمعويه لالا متفرج غيجيو من بعد. لالا ناعمه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. لا كاينين هذيك ثلاثه خشوا. انا فعلا سي محمد باق بخير وعلى خير. سي محمد كتربطني به واحد الصداقه عتيقه، ما سوقكمش بلا ما تسولوا الديتاي. لا زعما صراحه كنخلعنا في الاول، وكنا تخلعنا عليه صحيا مني كان في الكوما وكل شيء، ولكن من بعد الحمد لله مولاده وعائلته ومرته ووليداته كانوا كيعطيوني الاخبار، كنت كنوصل الاخوه الاخبار. وهذا نهار كبير لان حساس كيبقى مغربي، كنخدموا معاه في جميع الميادين الاجتماعيه والجمعويه والزيفينمون. وكان مني مرض الانسان كتعرف بالقيمه ديالو ملي تيخصك داك شهر ونص ولا شهرين، كان فعلا خلا بلاصتو، وكانت بزاف ديال الحوايج ناقصين. دونك الحمد لله اليوم راه رجع مدينتنا، وكنتمنى ليه صحه جيده ان شاء الله. وكاع الاخوان والاخوات اللي كاينين هنا كنشكر دائما المراه المغربيه اللي حاضرين معنا. الاخت زكيه دارت البغريب، الاخت فاطمه دارت الحرشة وجابت لينا اتاي صحراوي كانت هي، لاله فاطمه جابت سكتو، البنات كاع جاو الحضور ديالهم. وهذه هي الاسره المغربيه، وكيبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك. وان شاء الله نتلاقاو عما قريب دي زيفينمون اللي غيبداو ان شاء الله من شهر 9 مع السي حسحاس مع مدام العلوي مع الاخوان والاخوات جميعا. والسلام عليكم. وترقبوا غندير لكم واحد اللايف، راني كاعيه مزيان على النموذج الدولي. راني كاعيه على الحكومه حسحاس، راني كاعيه على الحكومه، راني كاعيه على بن موسى. من بعد غندير لكم لايف. دابا الان حنا مع الاستاذ غادي نعطي واحد الكلمه اخيره للاستاذ حسحاس، واللي هو ان شاء الله بحول الله غادي لان الناس بزاف كيتسناو السي حسحاس، هو الان ان شاء الله غادي يعطيكم كلمه ويكون قريب لكم. لا غادي يكون هو باش يكون قريب ويشوف مزيان، ولا باش تكون اريس مع راسك كلمه للناس الجمهور ديال كنشكر جوج كلمات وصافي. ما نقدرش نعبر على الفرحه ديالي الرجوع مع وسطكم، الحمد لله الحمد لله على الشفاء
اللي بدا كيبان. نشكر كنشكر كاع اللي بعدا اللي جاوا اللي باو الدعوه واللي قاموا بهذا النشاط، واخا نشاط ماشي شي حاجه كبيره اللي نقدروا نعبروا عليها، ولكن الحمد لله الحمد لله اننا اجتمعنا في هذا الوقت. وكنشكر الاخت امل اللي شرفتنا بهذا الحضور ديالها. واش غادي نقول لكم؟ الله يحفظ الجميع. يستاهل كل خير. ما صبتش الكلمات باش نعبر على الفرحه ديالي. وجودنا معك هي الفرحه، هي الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك اللي رجعتي. واخر كلمه نقدر نقولها لكم، ديروا اتونسيون. ديروا اتونسيون باسكو على خاطر هذا المرض، كاين اللي كيشك في هذا المرض. راه الناس الملايين تاع الناس ماتت، ملايين تاع الناس اللي ماتت بهذا المرض. ديروا اتونسيون ديروا اتونسيون ديروا اتونسيون. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لكم. السلام عليكم. شكرا استاذ سي حسحاس. والكل الان الحمد لله فرحانين بالعوده ديال الاستاذ سي حسحاس، وشكرا للجميع وتحيتي للجميع.